السلام عليكم اخواتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده معكم نجمه الريف اليوم شحال الاخوات ديالي بغيت نشارك معكم واحد الحلوه كتجي رائعه جدا حلوه المقله كانت يبغي في المقله ماشي في الفرن فر ولكن كتجي من اروع ما يكون كتجي لذيذ وكتجي محمره كما كتشوفوا معايا تقولوا يعني طابت في الفران ولكن هي طيبة غير في الماقلة ولكن صدقوا الأخوات ديالي صدقوا لي هذه الحلوة كتجي من أروع ما يكون كتجي جديدة وبنينة بزاف وكتجي شيشة والمكونات اللي فيها متوفرة في أي بيت وكتب إن شاء الله تابعوا معايا الفيديو من الأول حتى النهاية إن شاء الله عندي هنا في المكونات اللي غادي نحتاج اليوم من هذه الحلوة إن شاء الله عندي هنا يا واحد البيضة بحجم كبير وضروري تكون حارة مطبخ حيت اليوم ها غادي نستعملو غير الصفار ديال البيض وصافي الصفار وصافي وكذلك عندي هنايا كاس ديال العنبه مع ديال السكر سنيده يعني كان عندي شويه السكر سنيده خاشين وطحنتو شويه باش يجي يعني رطب وعندي هنايا اربعه د المعالق كبار ديال الحليب وقبيت الملح الملحه و250 غرام د الزبده ضروري تكون لينه واحد صاشيه الخميره الحلوه وكذلك عندي هنايا واحد صاشيه ديال فلون كراميل انا بغيت اليوم هذه الحلوه بغيت نسمها يعني بنكهه الكراميل كتعطي يعني الحلوه ديالنا واحد المذاق كيجي رائع جدا وكجي لذيذ وبنين بزاف وكذلك عندي هنايا الطحين طحين على حساب الخليط اللي عندنا عندي هنايا الطحين من نوع الجيد ودابا ان شاء الله وان شاء الله دابا ندوزو لطريقه التحضير كما كتشوفوا معايا الاخوات ديالي عندي هنا 250 غرام ديال الزبده لينه ودرت لها ديك قبيصه ديال الملحه ودابا نزيدو عليه هاد الكاس ديال السكر انا كان عندي السكر ثاني شويه خشن ولكن طحنتو في الميكسير باش نحصلو على السكر كلاصي ماشي ضروري حتى يكون عندنا السكر كلاصي في الدار عاد نعدلو الحلوه ديالنا واخا غير السكر ثاني نطحنو غادي تعدلو منو منو يعني الحلوه ديالكم باش يسهل يعني السكر باش دغيا يدوب مع الزبده حتى الا كان السكر خاشير ما كيبغيش دغيا يعني كدي بزاف د الوقت ولكن بهالطريقة الطريقه باش طحنا يعني كساعدة دغيا كان يعني كيدوب لينا مع الزبده ونبقاو نخلطوا المكونات ديالنا بهذه الطريقه ودابا غادي نضيفوا هذيك ربعه د المعالق ديال معالق كبار ديال الحليب ونبقاو كذلك بهالطريقة الطريقه نخلطوا المكونات ديالنا مزيان حتى يتساجموا لينا مزيان هاد المكونات هانتوما كتشوفوا حتى نحصلوا على هاد الشكل شكل كريمي ودابا غادي نضيفوا عليهم على هاد المكونات الصفار البيض ديالنا عندي هنايا واحد الصفار ديال البيض ضروري البيض يكون بحال المطبخ وخا يكون عندكم في الثلاجه البيض ولكن ضروري ما تقلعوا يعني تخرجوا البيض ديالكم من الثلاجه قبل ما تعدلوا الحلوه ديالكم بعد على الاقل ساعه او اقل على حسب مهم الوقت وفوقاش ما عاود فكرتوا باش تقلعوا من الثلاجه ودابا غادي هاد الساشيه ديال الكراميل انا من محبين الكراميل دائما اخوات كما كنقول لكم كنحماق على الكراميل اي حاجه يعني يعني عدلتها الكراميل كتعجبني بزاف ودابا غادي نخلطوا هاد هاد فلون كراميل ديالنا حيت كيطلق واحد النسمه رائعه جدا في الحلوه مو في اي حاجه عدلتوها الكراميل يعني المحبين الكراميل ونبقى نخلطوا المكونات ديالنا بهذه الطريقه ضروري تخلطوا مزيان دابا غادي نزيدو الطحين ديالنا والطحين ضروري تبقاو ديرو شويه بشويه دائما يعني كل واحد النوعيه ديال الطحين اللي عنده عندي عارفين الطحين يعني ماشي يعني يعني فيه الطحين اللي كيشرب في اللي ما كيشربش ما نقدرش نحكمو نقولو مشى يعني بشحال مش داتني هذه الحلوه ديال الطحين دائما يعني على حسب الطحين ولكن كما قلت لكم الاخوات ديالي هذه الحلوه يعني كتجينا بحال الحلوه ديال الصابلي العجين ديالها ضروري يجي بحال حلوه يعني بحال العجين ديال الصابلي كيجي العجين ديالها يعني رطب وهذاك هو السر نجاح ديال هذه الحلوى باش تجي لكم خفيفه وهشيشه ونبقاو نطربو هكا بالطراب اليدوي حيت هاد الطراب اليدوي كيساعدنا بزاف باش تخلط الخليط ديالنا بزاف باش نحصلوا على هاد العجين كيجي رطب وطحين شويه بشويه بهاد الطريقه وكذلك نخلطو ب... نزيد غير شويه بطاط تراب اليدوي داوي بعد غادي نحيدو غادي نكمل باليدين يعني احسن حاجه هي اليدين بلاد باش غادي تحكموا في العجين ديالكم ودابا غادي نخوي هاد التراب اليدوي كنتو كتشوفوا نلصق فيه العجين غير بهذه الطريقه راه ساهل باش نكمل باليدين ديالي طبعا اليدين مغسولين ومنقيين دابا غادي نزيدو هاد الصشية ديال الخميره الحلوه دي دائما الخميره خليوها حتى الاخير ما في اللول ونزيد شويه الطحين نبقى نخلط هكا بهاد الطريقه غير الاصابع اليدين يعني هاد الحلوه ما كتحتاج يعني لا تدليك لا والو غير تجمعوها هكا بالاصابع وصافي بهاد اليدين ديالكم ونبقى بهالطريقة الطريقه نزيد عاد شويه الطحين دائما الطحين نديرو شويه بشويه حتى تشوفوا يعني العجينه ديالكم تجي على القوام كما قلت لكم القوام ديال الصابلي تجي رطبة العجين ديالها هذا هو يعني القوام ديال هذا العجين اليوم انتم كتشوفوا كنجمع غير بالاصابع غير بالمهل وصافي بلا ما ندلكوها لا والو ما كديش من بول مجهود ولا الوقت ولا حتى شي حاجه هاد اليوم هاد الحلوه ان شاء الله غادي نتيبوها في المقله يعني سهلة اي وحي اي وحده اي اخت اي يعني اي اخت غادي توجد هاد الحلوه وسريعه في التحضير علاه من كتوجدوا الغداء ولا شي حاجه تكون الحلوه ديالكم موجوده واحد اليد يبقى يوجد الحلوه واحد اليد يوجد الغداء كلشي في الكوزينه غير في المقلاة غادي توجدوا الحلوه كتجي يعني بهذيك رفيع ها هي العجين كتجي طبق على هاد القوام بعد ما جمعت العجين ديالي جبت هاد المول ديال الكيك كيما كتشوفوا معايا اللي كيتقسم على جوج غادي نحتاج غير هذا غير هاد يعني القاع ديال التحتاني ديالو صافي غير هاد القاعد ديال هاد المول ديالنا وغادي ندهنو مزيان بالزيت ضروري دهنو مزيان بالزيت بهذه الطريقة ودابا غادي نجيب شوية طحين طحين فرس غادي نرشوه ونبقى بهاد بهاد الحركة نبقى ندوزو في كور شي طحين باش من غادي نعدلو في الحلوة ديالنا باش ما تلصقش لينا ونبقى بهاد الطريقة ودابا غادي نقلع هاد الزائد اللي كيبقى كي فيه هادو كتشوفو بعد ما دهنا كل شيء بالزيت ورشينا بالطحين دابا ان شاء الله ودابا غادي نبداو ان شاء الله غادي نبداو غادي نكورو بالقياس اللي بغينا العجين ديالنا كما كتشوفوا معايا والمقله ديالي يعني شعلت المقله درت لها العافيه مهيله وخليتها تسخن مزيان باش تحافظ على الحراره حيت ضروري خصنا قبل ما نحطو فيها هاد الحلوه ديالنا ضروري تكون العافيه يعني تكون سخونه بزاف ونتق... يعني قبل ما نحط في هاد هاد الحلوه ديالنا ضروري ما نحط يعني في المقله واحد يعني واحد الحديده كما دايره انا درت فيها واحد المرشم كان عندي ديال الحديد سبقتو لتحت عاد نحط فيها الحلوه ديالي يعني قبل ما نزل الحلوه ديالي في المقله كما كتشوفوا معايا سبقت هذه الحديده او هاد المرشم اللي كان عندي ديال الحلوه قديم ما كنستعملوش يعني تهرس ما كنستعملوش دابا الحلوه ودابا نخليو الحلوه ديالنا ترتيب على خاطرها والعافيه ضروري تكون مهيله يعني الوقت اللي كدينا هاد الحلوه يعني من 20 حتى ل 25 دقيقه وكتكون طايبه على حقها وطريقها تبارك الله ودابا غادي نغطيوها وغادي نزيد عليها مازال واحد المنديل بعد ما دازت على الحلوه ديالنا تقريبا 20 دقيقه دابا نشوف واش تحمرات ولا مازال ها ايه هي تبارك الله تحمرات على حقها وطريقها وجات محمره نوريكم شي وحده تشوفوها معايا هي تبارك الله كتجي محمره يعني أخذت هذاك اللون اللي بغينا وفي نفس الوقت كتجي هذه الحلوه كتجي يعني خفيفه وكتجي يعني مقرمشه وكنت من ان شاء الله حتى تجربوا هذه الطريقه ديال الحلوه في المقله كتجي من اروع ما يكون يعني على من كنت كطيب الحلوه ديالي كنت كنوجد يعني في, في العجينه الثانيه اللي غادي نزل هنايا في المقله رشيت واحد عفوا دهنت واحد الصينيه بالزيت تاعو دهنوها بشويه الزيت وقورت فيها العجين وبعد رشمتها ودابا كنزل هنايا كما كتشوف معايا في المقله يعني كنسهل المأمورية باش تجيني كلشي ساهل دغيا غادي يعني دغيا باش نرجع في هذيك المقله ما حدا هي عاد سخونه نرجعوا فيها العجين ونخليوها طيب ونبقاو بهذه الطريقه حتى نسيلي كلشي هاتو يعني ما كتشوفوا معايا تبارك الله يتحمرات يطاب طالع وطريقة طريقه ونبقاو بهالطريقه حتى نسالي كل الشركه الميه اللي عندي هنا ان شاء الله كما كتشوفوا معايا اليوم هاد العجينه يعني شكلنا منها جوج اشكال ديال الحلوه هي جات محمره وكتجي رائعه جدا وكنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربو الطريقه اليوم الطريقه باش عدلتها وكذلك طريقه باش طيبناها في المقله ودابا ندوزوا طريقة ودائما الطريقه ديال التزيين كتبقى اختياريه انا اليوم هاد الحلوه غادي نزينها كما كتشوفوا معايا بشويه شوكولات مدوبة مذوبه عندي هنايا وكذلك هاد الحويبه تاع الحلوه ونبقاو بهذه الطريقه يعني وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كما شفتوا معايا الاخوات ديالي بعد ما زينتها على الطريقه يعني دائما طريقه زين يعني اختياريه كما قلت ممكن ما تزينوهاش تخليوها غير على الشكل ديالها وصافي المهم هو المذاق المذاق كتجي رائعه جدا وكنتمنى حتى نتوما ان شاء الله تجربوا هاد الحلوه آه الى عجبتكم مهم هاد الطريقه باش عدلت الحلوه وعجب هاد الفيديو ما تنساونيش الاخوات باللايك والاشتراك ودائما تبقاو تفعلوا الجرس باش يدخلكم الجديد ودابا الاخوات ديالي غادي نحل معكم وحده وتشوفوها حيت كتجي مقرمشه لداخل وكتجي خفيفه هذه الحلوه وكتجي لذيذه بزاف وهذاك هو المهم هو المذاق كتجي رائعه جدا في المذاق انتما كتشوفوا تبارك الله وكنتمنى حتى نتوما تجربوها ان شاء الله وتكون عندكم معتمدة هذه الطريقه باش عندنا هذه الحلوه ودابا الاخوات ديالي نخليكم الى فيديو اخر وصفه جديده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته